يتفهم وزير العدل الضغط الملقى على كاهل زميله في الداخلية، فملف السجون أصبح ثقيلا، لكن سلطة السجون لن تنتقل من الداخلية إلى العدلية إلا بعد 4 سنوات ونصف، وبالانتظار تبقى شؤون السجون وشجونها تحت إمرة وزارة الداخلية. مبدئيا وقانونا تعود صلاحية يعني إدارة السجون لقوى الأمن الداخلي وبالتالي لوزارة الداخلية. اللي عم بيراقب السجناء منه الوزير ولا هالمدير العام ولا هالمدير العام، ولكن مفروض يكون في حدا على الأرض هو اللي عم بيسهر على الرقابة على السجناء. وزير الداخلية زياد بارودو بمقابلة معنا بيقول يطالب بنقل صلاحيات السجون إلى وزارة العدل. ما قالوا يطالب، هذا مقرر أصلا. هو يصر يعني كأنه عم بيسرع. معه حق، ولكن المهلة بدها تاخذ مجال. هذا القانون، هذا الاتفاق المعمول، هذا القانون المقرر. وإذ يحرص الوزير إبراهيم نجار على تظهير علاقة التنسيق مع الوزير زياد بارود، يدافع بقوة عن الأخير معتبرا أنه لا يجوز تحميله مسؤولية فرار سجين ما. في شيء فات على زنزان. طيب مين مسؤول عن هذا الشيء؟ أكيد مش وزير الداخلية بالنسبة لي، بس في حدا لازم يكون مسؤول. مش كل ما هرب سجين صار وزير الداخلية مقصر بواجباته. يعني ما فيك تحملي وزير الداخلية يعني خطر ارتكبه أحد يعني المراقبين على الزنزاني بحد ذاته، لأنه ما مفروض فيه هو يكون كمان على كل الأصعدة مسؤول إلى ما لا نهاية. بس بالنهاية قوى الأمن الداخلي هي تحت سلطة وزارة الداخلية. نعم، مش هيك وزير الداخلية ما بفتكر حيعمل غير شيء لأنه يحزم أمره ويطلب التحقيق ويلاحق اللي ممكن أنه يتلاحق. بالنهاية يلي هرب واللي حاول يهربوا هن إرهابيين، يعني المجتمع بحق له ينقذ من هيك حادثة. طبيعي. ليس بس هذا ما معناته أنه مجلس الوزراء تأثر لدرجة أنه هرب من هرب أو حاول أن يهرب من يهرب. هذا شيء مثل ما بيقولوا تسرع في الاستنتاج. لا يرى نجار إذن أن الحكومة أهملت موضوع السجون، لكنه يبدو عالما بأعمال مشبوهة تحصل في رومية. ما بيصير في دخول ممنوعات إلى حرم سجن رومية، أكان مخدرات أو سلاح، يحكى عن تواطؤ ربما بين بعض عناصر الأمن بالسجن والمساجين. ما في شك أنه في أخبار منه. نعم، التواتر من قبل بعض المسؤولين الأمنيين ومن قبل بعض المسؤولين المدنيين والجمعيات الأهلية. أنا عندي علم أنه في أشياء لا يمكن القبول فيها في حقل إدارة السجون والسهر على المساجين. نجار الذي يستعد لمغادرة كرسي العدل يصف وضع السجون بالخطير ويوصي الحكومة المقبلة برصد الأموال من أجل تلميع هذه الصورة.